بسم الله. Hello everyone. حبايب قلبي. Grade 6. Let's continue. Connect first term. Lesson 4. عندنا شباب التايتل بتاعه اسمه The Selfish Giant. The Selfish Giant. كلمة selfish adjective صفة يعني أناني. وgiant noun اسم يعني عملاق. يبقى The Selfish Giant العملاق الأناني. The Selfish Giant. The Selfish Giant. هناخد الفوكاب في البداية يا شباب. عندنا كلمة يمر من خلال يعني pass through. pass through. عفوا يا مستر، انت ما اديتناش اللي هي الريدن بتاع وات از ذا ديد بالز. يا حبيبة قلبي أنا قلت في بداية السيشن إن ليسن 3 ملغي. ليسن 3 ملغي مش علينا. أوكي؟ اوكي. أوكي. بص يا حبيب قلبي معايا كلمة pass through قلنا اسمها إيه؟ pass باس ثرو. بص بننطق دي ازاي؟ ثرو 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 يعني عبر او من خلال. بص الجي اتش سايلنت وتقول ثرو. باث ثرو يمر عبر او يمر من خلال. باث ثرو ذا دور. ذا دور يعني بيمر من خلال الباب. باث ثرو ذا دور. باث ثرو ذا دور. باث ثرو the city يعني بيمر من خلال المدينة. pass through the city. تمام. بس في كلمة بقى ناس كتير بيغلطوا فيها اللي هي دي اسمها throw. throw دي يعني يرمي. I throw the ball أنا برمي الكرة اسمها throw. لكن اللي احنا بناخدها النهاردة اللي هي عبر أو من خلال اسمها through. through علشان بس النطق نظبطه. throw يرمي لكن through عبر او من خلال. يبقى اول كلمه في الفوكاب اخذنا pass through يعني يمر عبر. pass through قلنا يمر من خلال. pass through the city مثلا يمر من خلال المدينه. بعد كده عندي railway line. railway line اللي هو خط السكه الحديد. railway line. local residents. local residents الاس بتتنطق زي هنا. local residents السكان المحليين. hang out يتسكع بيلف كده على الفاضي. hang out. miss يفقد. ومس تعالى اعلمك فيها شويه حاجات مهمه. بص يا حبيبي لما تقول I miss you. I miss you معناها انا افتقدك وحشتني. I miss my grandma. أنا أفتقد جدتي. جدتي وحشتني. I miss my grandma. miss بقى لو جت مع وسيلة من وسائل المواصلات تبقى معناها يفوتوا. يعني لو قلت I missed the train هنا مش معناها أنا افتقدت القطار. لا I missed the train يعني أنا فاتني القطر. I missed the bus أنا فاتني الأتوبيس. I missed my favorite program انا فاتني البرنامج المفضل بتاعي ما شفتهوش. يبقى miss ممكن هي معناها يفوت او miss معناها يفقد او يفتقد قصدي. I miss you انا افتقد. selfish اناني صفه adjective selfish. والستوري بتاعتنا النهارده اسمها the selfish giant العملاق الاناني. giant عملاق. high line يعني خط مرتفع وده اسم مكان. high line. performance تعال اعرفك شويه حاجات عن كلمه performance مهم. الفعل اصلا اسمه perform. perform. بص دايما الاي ار ضم بقك فيها فتقول لي ايه perform. 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 والاسم منها perform دي يعني ايه perform يعني يعرض او يؤدي او يمثل. يبقى perform يعني يعرض أو يؤدي أو يمثل. والاسم منها performance. performance. performance يعني عرض أو أداء أو تمثيل. performance يبقى perform verb يعني يعرض أو يؤدي أو يمثل. performance عرض أو أداء أو تمثيل. بعد كده عندي كلمة
the countryside. The countryside. لازم أعرف الفرق بين كلمة country لوحدها. Country لوحدها يعني دولة. زي Egypt. Egypt is a country. دولة. لكن لو قلت the country يبقى مش معناها الدولة. لا. معناها الريف. The country. يعني الريف. With the countryside برضو يعني الريف. يبقى أنا حبيب قلبي كلمة country لوحدها يعني دولة. لكن countryside أو the countryside أو the country دول كده معناهم الريف. أوكي. رافو يا جايان. تيجي بقى نروح لكلمة village. قرية. I live in a village. أنا عايش في قرية. Village. Garden. I water the garden. أنا بروي الحديقة. هم. بص البي سايلنت هنا. وأي بي في العالم بي فور بوك زي دي تيجي بعد الام تبقى البي سايلنت. زي ايه يعني يا مستر؟ كلايم يتسلق البي سايلنت عشان قبلها ام. كم يعني مشت البي سايلنت عشان قبلها ام. ثم اطلع لساني في الثاء واقول ثم الابهام الصباعي الكبير ده. سم هنا ما طلعتش لساني. سم يعني عملية حسابية. think اطلع لساني في التي اتش. think يعتقد او يفكر. لكن think من غير ما اطلع لساني يعني يغرق. thick يعني سميك. لما اقول امسك كتاب سميك كده كبير اقول the book is thick. thick اطلع لساني. لكن لو ما طلعتش لساني بقت sick مريض. شفت الفرق؟ لو طلعت لساني او ما طلعتهوش الكلمه بتتغير تماما. throw يرمي. I throw the ball. أنا برمي الكرة. so لذلك ما قلتش so أو so. path بص بقى الفرق بين ال b وال p. هنا برضو path أطلع الهواء. path يعني ممر. وpass يعني يمر. بطلع لساني تبقى path ممر. pass يمر. silent silent letter حرف صامت ساكن. مش ساكن صامت. silent. floor الأرضية. تعال أقول لك عليها كلمة معلومة مهمة أو كلمة floor دي. كلمة floor دي يا حبايب بتيجي بمعنيين. يا إما floor يبقى معناها أرضية الحجرة اللي أنا قاعد فيها دي. يا إما floor تيجي بمعنى طابق يعني دور. طب أنا أعرفه من بعض إزاي مستر؟ من خلال الجملة. أهو لما أقول I sweep the floor. I clean the floor. يعني أنا بنظف أو أنا بكنس الأرضية. لكن لو قلت I live on the second floor. أنا عايش في الأرضية الثانية ولا في الطابق الثاني؟ الطابق الثاني. يبقى floor يعني أرضية أو floor يعني طابق على حسب معنى الجملة هفهم. space فراغ مساحة فضاء. space theater theater. بص كده لما أقول theater 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 معناه إيه؟ theater مسرح. theater theater مستر. نعم. هو عندي الشاشة الكاميرا معلقة على البوكس اللي هو كان فوق بس بتاع الكلمات اللي فوق. اقفلها وافتحها تاني. او هقفلك وافتح تاني انا عشان تشوف. انا مال توقع يا مستر ان اللي عندك النت وحش لان لا الشاشة خالص. بتعلق عندي كويس جدا. theater theater مسرح. theater yoga class yoga class yoga class فصل yoga yoga class. noisy مزعج. noisy عكسها ايه؟ noisy مزعج دي بقى هادي. quiet. calm هادي. يبقى انا عندي calm و quiet يعني هادي عكسها noisy يعني مزعج. المطعم اسمه restaurant. restaurant. I have dinner in a nice restaurant أو at a nice restaurant. أنا بتعشى في مطعم جميل. taste
We can taste with our tongue. بندوق بلساننا. تيست يعني يدوق. Empty. ما بنطقش البي. Empty يعني فارغ فاضي. عكسها full يعني مليان. Empty فاضي وفول مليان. Children. أطفال. Children. مفردها child. طفل. Wall. Wall يعني سور أو حائط أو جدار. Wall. وما قلش wall أو wall. Wall. الأي لما يجي بعدها أو بننطقها آه. Wall. Snow. الجليد. Snow. وسنو تيجي verb برضو فعل يعني تمطر جليد. Cover. غطاء. Cover. ضم بقك في الإي آر واعمل كده. قول cover. Cover. Outside. في الخارج عكسها inside في الداخل. Spring. الربيع. Spring. Sound يعني صوت بس ده صوت مين؟ صوت الأشياء. لكن صوت الإنسان اسمه voice. Voice. صوت الإنسان voice وصوت الأشياء sound. الأفعال يا شباب كلمة يبدع أو ينشئ أو يخلق يعني create. والماضي created. Create. Created. Share. Shared. I share a room with my sister. أنا بتشارك في غرفة مع أختي. I share a room with my sister. I share my book with my friend. أنا بتشارك كتابي مع صديقي. بنقعد نبص فيه مع بعض. Come. Came. Come. Came. Fall. Fell. بص بقول fall. Fall. Fall يعني يسقط يقع. Fell. سقط. Fall. Fell. Build. Built. Build. Built. الإكسبريشنز لما أقول عندنا منظر رائع. We have a great view. We have a great view. In parts of the city. In parts of the city. في أجزاء من المدينة. It's really cool. ده رائع جدا. It's really cool. I miss home. بيت وحشني. I miss home. Tell me. أخبرني. احكيلي. Tell me. What's wrong? لما تلاقي حد زعلان أو تعبان تقول له what's wrong؟ مالك؟ أو ممكن تقول له what's the matter؟ What's the matter؟ مالك في إيه؟ What's wrong؟ What's the matter؟ Look out. Looks out of. Looks out of the window. يعني يبص من الشباك. Looks out of the window. نيجي بقى للريدينج الستوري الجميلة بتاعتنا. القصة اسمها The Selfish Giant. العملاق الأناني. طبعا أي ستوري بناخدها بيكون لها beginning بداية وميدل منتصف وأند نهاية. The Selfish Giant بتبدأ in a village في قرية. In the countryside في الريف. In a village in the countryside في قرية في الريف. There lives a giant who W silent who was نقولها كده who was a wonderful garden. There lives a giant في الريف في القرية بيعيش عملاق who has a wonderful garden عنده حديقة رائعة. In his بشيل ال H دي وقول in his garden في الحديقة بتاعته. There are tall trees. Tall. ما تقولش tall. قول tall. الأي لما بيجي بعدها قلب بننطقها آه. يبقى تقول tall trees. Tall trees. In his garden there are tall trees. Beautiful. Beautiful. Beautiful flowers. هنا في حروف ناقصة كملها. Beautiful flowers. وفي ورود جميلة. And so نشيل الديب تاعت and ونقول and so green grass. And so green grass. وعشب أخضر ناعم. يبقى in a village in the countryside عندنا في قرية في الريف there lives a giant who has a wonderful garden. اللي عنده حديقة رائعة. In his garden في الحديقة بتاعته there are tall trees في أشجار طويلة. Beautiful flowers زهور جميلة. And so green grass وعشب أخضر ناعم. There are colorful birds. بص لما أجي أقول birds. Birds كده تضم بقى كده تقول إيه birds. ليه؟ عشان الـ IR في ثلاث حاجات ER IR UR لازم تضم بقى فيهم. فأنا بقول birds. There are colorful birds.
There are colorful birds. يوجد طيور ملونة. Singing. بص بقى الشاطر جدا ياخد باله هنا. الان جي اوعى تنطق فيها الجي خالص. بص انا هقول ازاي. Singing. يبقى there are colorful birds singing in the trees. يعني بيغنوا في الاشجار على الاشجار. And bees on the plants. وفي كمان غير البيردز اللي بيغنوا دول, bees on the plants, في نحل واقف على النباتات علشان يمتص النكتار الرحيق من داخل الفلاورز من جوه الزهور. Every afternoon. بص انا بقول ازاي. تعمل كده. Every afternoon. After الاي ار لازم اعمل له البوز ده. After. Every afternoon. ها يلا قولها معايا. Every afternoon. الله الله. Every afternoon on their way home from school. كل يوم بعد الظهر وهم راجعين بيتهم من المدرسة اللي بيحصل. The local children, الأطفال المحليين اللي هم من سكان المدينة, come to play in the giant's garden. Come to play in the giant's garden. بيجوا في يلعبوا في الحديقة بتاعت العملاق. The lovely garden. Yeah. Always. اتفقنا اتفاق ان الاي لما يجي بعدها ال نقولها يبقى دي اسمها always. The lovely garden always makes the children happy. الحديقة الجميلة دي دايما بتخلي الأطفال سعداء. But the selfish giant. عندي حروف ناقصة هنا كملها معايا بعد إذنك. كلمة selfish اللي هي أناني. Selfish giant. But the selfish giant doesn't want. ما بننطقش التي بتاع doesn't. ولما نقول want to ما ننطقش غير تي واحدة. ما ينفعش تقول want to. يبقى هقول إزاي. But the selfish giant doesn't want to share. Doesn't want to share. وهشيل ال H بتاعت his تبقى اسمها Share's Garden. يلا بقى أقولها لك كلها. But the selfish giant doesn't want to share his garden. But the selfish giant doesn't want to share his garden. لكن العملاق الأناني ده مش عايز يتشارك في الحديقة بتاعته مع حد, مش عايز يلعب حد يلعب فيها من الأولاد دول. So لذلك one day, في يوم من الأيام, he builds a big wall around it. بيبني سور عملاق حوالين الحديقة. Now the children never come there to play. دلوقتي خلاص الأطفال ما بقوش بيروحوا يلعبوا هناك نهائي بعد ما بنى الوال السور. The days pass and the garden is always empty and silent. الأيام بتعدي والحديقة دايماً empty and silent. صامتة خالص ما فيهاش صوت, و empty فارغة ما فيهاش حد. Slowly, ببطء, the green grass turns brown. شفت عباد في green و grass بنقول إزاي؟ Green grass. يبقى بقولها تاني كده. Slowly, the green grass turns brown. بص turns فيها يو ار لازم تدوم بقى فيها. Turns. يلا. The green grass turns brown. بتحول الgreen grass اللي هو العشب الأخضر turns brown. بتحول للون البني باظ خلاص. The leaves fall from the trees. وورق الأشجار بيسقط من على الشجر. Then snow covers the garden. بعد كده بيجي الجليد يغطي الحديقة كلها. And all the little birds and bees fly away. وكل little birds الطيور الصغيرة وبيز والنحل fly away. بيطيروا بعيد ويهربوا من الحديقة الفارغة دي. Spring arrives in the village. ثم يحل الربيع. يجي الربيع بقى. But in the giant's garden, it's still winter. الله 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 الله. Winter. نشيل الـ A, الـ T. بعد الـ N, الـ T بيبقى silent. نقول winter. الشتاء.
but in the giant's garden, لكن في الحديقة بتاعت العملاق it's still winter, لسه الدنيا شتاء هناك مع ان هم في spring في الربيع. Everything is under the snow. ونقول under ما نقولش under, نقول under. الاي ار تضم بقك فيها. Everything is under the snow. كل حاجة بقت تحت الجليد, الجليد مغطيها. The giant doesn't understand. The giant doesn't understand. هو العملاق ده مش فاهم. Usually his garden is beautiful in spring. دايما الحديقة بتاعته عادة كانت بتبقى جميلة قوي في الربيع. What's wrong? The W silent. المشكلة. What's wrong? في ايه؟ Then one morning he wakes up and hears a lovely sound. في يوم من الأيام في الصباح كده بيصحى ويسمع صوت جميل, lovely sound. A little blue bird. متفقين يا شباب؟ Bird. تضم بقك في الاي ار. A little blue bird. طائر أزرق جميل صغنن. Is singing in. Singing in. الآن جي اوعى تنطق الجي. Is singing in a tree outside. أخيرا طائر جميل صغنن لونه. قال لنا لونه ولا لأ؟ لونه أزرق blue. Is singing in a tree outside. بيغني على الشجرة برا. Then the giant hears another sweet sound. وبعدين بيسمع العملاق صوت جميل تاني. Children laughing. تعال بقى ناخد كلمة laugh يعني يضحك بصوت عالي. الجي اتش هنا بتتنطق اف. Laugh يعني يضحك. يبقى children laughing. في أطفال بيضحكوا بصوت عالي. أخيرا كمان في أطفال. He looks out of the window. He looks out of. احنا متبقين التي لما يبقى قبلها فاول وبعدها فاول ننطقها شبه الدي او الار فنقول out of. He looks out of the window and sees that the children have come back through a hole in the green in the garden wall. بيلاحظ العملاق ان the children have come back, رجعوا تاني. Through a hole in the garden, من خلال فتحة في السور, في garden wall, في سور الحديقة. Now they are sitting in the trees, بقوا قاعدين على الشجر تاني. The leaves on the trees are green again and flowers are opening around them. رجعت الأوراق على الأشجار لونها أخضر تاني. وflowers are opening around them. والورود بدأت تفتح تاني. The giant feels so happy to see his garden grow again. بقى فرحان قوي العملاق لما شاف الايه الحديقة بتاعته تاني بتنمو والحاجات رجعت green والطيور رجعت singing تغني with the children play والأطفال يلعبوا. But in, بص بقى الشاطر يقول but in, عادي تقولها but in مفيش مشكلة, ممكن تقولها but in, بس نبقى فاهمين ليه بنقول but in. احنا متفقين ان التي لما يبقى قبلها vowel وبعدها vowel مش ننطقها شبه الدي او الار فنقول but in. But in one corner, ونضم بقنا في الاي ار. But in one corner of the garden it is still winter. بس في زاوية كده في ركن من أركان الحديقة it is still winter, لسه الدنيا شتا برضو. The giant sees a tiny boy standing there. العملاق بيشوف tiny boy يعني ولد ضئيل الحجم, حجمه صغير قوي. كلمة tiny يعني very very little, صغير قوي. He's too small to climb up into the tree. هو مش عارف, صغير قوي قوي فمش عارف يطلع الشجرة. Suddenly, فجأة, the giant understands everything. أخيرا بقى فهم العملاق كل حاجة. Now I know why the spring didn't come. أنا دلوقتي عرفت الربيع ما جاش ليه. He says, بيقول كده الجاينت. Because, الأيوب تتنطق يبقى منقولش because, نقول because.
because I was selfish about my garden. لأن أنا كنت أناني بخصوص الحديقة بتاعتي. He goes out and helps the little boy. بيخرج بقى العملاق ده ويساعد الولد الصغير climb up into the tree. بيساعده يطلع يصعد على الشجرة. Suddenly, فجأة, all the leaves on the tree open. الله! فجأة أول ما طلعوا على الشجرة كل الورود فتحت وكل الليفز الأوراق رجعت لونها green. And the birds fly up. هنا في كلمة fly, F-L-Y. And the birds fly up into its branches. Branches يعني غصون, فروع الشجر. يبقى هنا all the leaves on the tree open. كل الورق رجع يفتح ويبقى أخضر تاني. And the birds fly up into its branches. ورجعت الطيور ترجع لأغصانها and start to sing. ويبدأوا يغنوا مرة تانية. دي الستوري الجميلة بتاعتنا. أنا هقراها على بعضها مرة بعد ما فصصناها كده علشان تسمعها كويس, لأن دي مطلوبة منك reading. سجلها وتبعتها لي على الواتساب جروب. بتقول the selfish giant. In a village in the countryside, there lives a giant who has a wonderful garden. In his garden, there are tall trees, beautiful flowers, and soft green grass. There are colorful birds singing in the trees and bees on the plants. Every afternoon, on their way home from school, the local children come to play in the giant's garden. The lovely garden always makes children happy. But the selfish giant doesn't want to share his garden. So one day he builds a big wall around it. Now the children never come there to play. The days pass and the garden is always empty and silent. Slowly, the green grass turns brown. The leaves fall from the trees. Then snow covers the garden and all the little birds and bees fly away. Spring arrives in the village, بيجي الربيع. But in the giant's garden, it is still winter. Everything is under the snow. The giant doesn't understand. Usually his garden is beautiful in spring. What is wrong? Then one morning he wakes up and hears a lovely sound. A little blue bird is singing in a tree outside. Then the giant hears another sweet sound. Children laughing. He looks out of the window and sees that the children have come back through a hole in the garden wall. Now they are sitting in the trees. The leaves on the trees are green again and flowers are opening around them. The giant feels so happy to see his garden grow again. But in one corner of the garden, it is still winter. The giant sees a tiny boy standing there. He's too small to climb up into the tree. Suddenly, the giant understands everything. Now, I know why the spring didn't come, he says. Because I was selfish about my garden. He goes out and helps the little boy climb up into the tree. Suddenly, all the leaves on the tree open and the birds fly up into its branches and start to sing. تعالوا نسأل بقى شباب. Why do you think, يعني لماذا تعتقد, it was winter for a long time in the giant's garden? في وجهة نظرك كده, ليه كان الشتاء قعد فترة طويلة قوي في حديقة العملاق؟ مين يقول؟ مستر كان اي سي
قولي يا عياد اتفضل. يد بلد قول رأيك يا عياد. because the gen because قول the gen because 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 the gen was selfish. Because the giant was selfish. صح جدا، لأن العملاق كان أناني. Because the giant was selfish. Was selfish. Because the giant was selfish. لأن العملاق كان أناني and didn't want to share his garden. وما كانش عايز يتشارك في الحديقة بتاعته مع حد. And didn't want to share his garden. يبقى أول سؤال معناه إيه يا شباب؟ قلنا why do you think؟ يعني لماذا تعتقد أو في رأيك؟ It was winter for a long time. إن الدنيا كانت شتاء لمدة طويلة in the giant's garden في الحديقة بتاعت العملاق. قلنا السبب because the giant was selfish، لأنه كان العملاق ده أناني and didn't want to share his garden، وما كانش عايز يتشارك الحديقة بتاعته دي مع حد. طيب لما يجي يقول لي يا شباب what do you think، ماذا تعتقد؟ selfish means in the last paragraph. كلمة selfish معناها إيه في الفقرة الأخيرة و why وليه؟ أي ال last paragraph الفقرة الأخيرة، أي من أول but in one corner of the garden it is still winter. The giant sees a tiny boat standing there. It's too small to climb up into the tree. Suddenly the giant understands everything. Now I know why the spring didn't come. He says because I was selfish about my garden. كلمة selfish هنا معناه إيه وليه؟ كان معناها مش ان هو كان اناني. ايوه ماشي، يعني ما هو عايزني اشرح له كلمه سيلفش اناني دي بالانجلش. او يعني احنا قلنا سيلفش اناني يعني ما بيحبش يشارك حاجته مع حد. يبقى هتقول له I think اعتقد سيلفش means، اعتقد ان كلمه سيلفش معناها he doesn't want to share. He doesn't want to share his garden with anyone. معناه ان هو مش عايز يتشارك الحديقة بتاعته مع اي حد. ده معناه selfish، ان هو اناني. I think selfish means، اعتقد ان كلمة selfish معناها he doesn't want to share his garden with anyone. مش عايز يشارك حديقته دي مع أي حد. How is the giant different at the end of the story؟ معناه إيه السؤال ده؟ كيف اختلف العملاق في نهاية القصة؟ مين أنا يقول؟ مش ملك. تفضلي. He helped that teeny boy to climb up into the tree. برافو عليكي. He helped، هو ساعد the tiny boy، ما نقولش teeny نقول tiny، the tiny boy climb up into the tree. ساعد الولد الصغير ان هو يتسلق الشجرة. كمان في حاجة، he was happy، هو كان سعيد to hear the birds singing، كان سعيد ان هو يسمع الايه الطيور بتغني تاني. and the boys playing، والولاد بيلعبوا. ده كان في الاول ما كانش بيخليه سعيد. يبقى هو اختلف في ايه بقى؟ قلنا اول حاجة زي ملك ما قالت لي he helped the tiny boy، ساعد الولد الصغير climb up into the tree، إنه يتسلق الشجر. حلو. إيه كمان؟ he was happy to hear the birds singing again،
سمع كان سعيد ان هو يسمع الطيور بتغني تاني. And the boys playing well. هنا شباب بقى عندي وائل is in New York for a year with his family. وائل موجود في مدينة نيويورك في أمريكا with his family, موجود هناك لمدة سنة. Read his email. What's وائل's favorite place in New York? وتعالوا نشوف ايه أفضل مكان بيفضله وائل في نيويورك سيتي, في مدينة نيويورك. الإيميل بيقول Hi Samer, how are you? انت عامل ايه؟ I'm well and New York is great. أنا كويس ونيو يورك is great. نيو يورك دي عظيمة جميلة جدا. Our apartment block, العمارة بتاعتنا, is on the 16th floor, في الطابق السادس عشر. So we have a great view, علشان كده عندنا منظر جميل قوي بنتفرج عليه من فوق. New York has a lot of green spaces. مدينة نيويورك دي فيها مساحات خضراء كتيرة. There are also a lot of projects, وفي كمان مشروعات كتيرة, to create parks and green areas in parts of the city. في مشروعات لإنشاء حدائق ومناطق خضراء في أجزاء من المدينة. That no one uses now. الأماكن دي محدش بيستخدمها دلوقت. Like the famous High Line. Like the famous High Line. زي مكان اسمه High Line الشهير. Do you know about it? تعرف عنه حاجة؟ It passes through our neighborhood. ده بيمر من خلال الحي السكني اللي احنا عايشين فيه. So I often go there with my parents. عشان كده غالبا انا بروح هناك مع بابايا ومامتي, my parents. It's really cool. ده مكان رائع جدا. Years ago, من سنين طويلة, the High Line was a railway line. كان خط سكة حديد المكان ده. Barren. طبعا هنا بنقول barren اللي هي but in. احنا قايلين طبعا تي لما يجي قبلها فال وبعدها فال نقولها شبه الدي او الار شويه. barren. barren the 1980s. الله, ايه 1980s دي يا شباب؟ انا اعرف ان 1980 يعني سنة 1980. طب ايه بقى الاس دي؟ 1980s يعني فترة التمانينات كلها, يعني من سنة 1980 لحد سنة 1990. يبقى لما تلاقي أس بعد السنة كده دي بقى فترة 1980s, فترة التمانينات. But in the 1980s, بس في فترة التمانينات, trains stopped using it. ننطقش الجي. Trains stopped using it. توقفت القطارات عن استخدام هذا الخط اللي كان خط سكة حديد. Some local residents, بعض السكان المحليين, had an idea, جات لهم فكرة, to make the old, نقول هنا the علشان بعدها vowel, to make the old railway into a big long park that everyone could use. السكان المحليين فكروا في فكرة اللي هي ايه, to make the old railway, ان هم يحولوا خط السكة الحديد القديم ده لبيج لونج بارك, لحديقة كبيرة, that everyone could use, يقدر يستخدمها أي حد. Now it's a green space that runs for 2.5 kilometers. هي عبارة عن مساحة خضراء دلوقتي مساحتها حوالي 2.5 كيلومتر. With more than 500 species of plants. كلمة species يعني فصائل. Species of plants, بقى عندنا الحديقة فيها more than يعني أكتر من 500 species of plants, أكتر من 500 فصيلة من النباتات. And trees, وفيها أشجار كمان. مستر؟ نعم. هو ده reading يا مستر؟ آه ده reading, يعني عندنا اتنين reading النهاردة, selfish giant ودي كمان. أوكي مستر. You can walk through the gardens. تقدر تتمشى من خلال الحدائق دي. See artworks, وتتفرج على الأعمال الفنية. Watch a theater performances,
which a theater performance تتفرج على العرض اللي في المسرح eat delicious food ممكن تاكل أكل لذيذ هناك do a yoga class تروح تحضر حصة يوغا or go running أو تروح تجري or just hang out with your friends there أو تقعد تتسكع تلف أنت وصحابك كده في الحديقة I think it's my favorite place in New York أعتقد أن ده أفضل مكان عندي في نيويورك يبقى هو سألني في الأول قال لي What's his favorite place in New York إيه أفضل مكان بالنسبة له في نيويورك يبقى هنقول له The new garden The new garden أو the new green space المساحة الخضراء الجديدة At the highway عند الطريق اللي اسمه highway Here is one of my photos of it. وبيطلع لنا صورة كده بيقول له تفضل في الإيميل بعت له صورة ببعض الصور. Here is one of my photos of it. دي صورة من الصور بتاعتي في الحديقة. How are things back in Alexandria? إيه أخبار الدنيا عندك في اسكندرية يا صديقي? I miss home. اشتقت للمنزل أو اشتقت للوطن. New York is very noisy. New York دي مزعجة قوي. All the time. طول الوقت. But Alexandria. نقول لك But Alexandria is much quieter. لكن اسكندرية أهدى بكتير at night بالليل. There are lots of different restaurants here. في هنا مطاعم مختلفة كتير. And the food doesn't taste. ونطاش التي بتاعت doesn't taste like the food. والأكل هنا مش زي الأكل في اسكندرية. At home في الوطن يعني خلي بالك home هنا جاية بمعنى الوطن مش البيت The Alexandrian restaurants المطاعم السكندرية are better أفضل من المطاعم الأمريكية I think the food is fresher أعتقد أن الأكل هنا طازج أكتر and tastes more delicious وطعمه لذيذ أكتر I miss Egyptian food so much أنا أفتقد الأكل المصري جدا Write soon and tell me all your news Write soon اكتب لي بسرعة and tell me all your news واحكي لي كل أخبارك ده وائل هقرأ لك الإيميل كله مرة تانية Hi Samir How are you? I'm وائل and New York is great Our apartment block is on the 16th floor. So we have a great view. New York has a lot of green spaces. There are also a lot of projects to create parks and green areas in parts of the city that no one uses now. Like the famous highway line. Do you know about it? It passes through our neighborhood. So I often go there with my parents. It's really cool. Years ago, the High Line was a railway line. But in the 1980s, trains stopped using it. Some local residents had an idea to make the old railway into a big, long park that everyone could use. Now, sorry, now it's a green space that runs for 2.5 kilometers with more than 500 species of plants and trees in it. You can walk through the gardens, see artworks, Watch a theater performance, eat delicious food, do a yoga class, or go running, or just hang out with your friends there. I think it's my favorite place in New York. Here is one of my photos of it. How are things back in Alexandria? I miss home. New York is very noisy all the time. But Alexandria
أو ممكن أقولها Paralexandria is much quieter at night. There are lots of different restaurants here and the food doesn't taste like the food at home. The Alexandrian restaurants are better. I think the food is fresher and tastes more delicious. أعتقد الأكل في اسكندرية طعمه أحسن وطازج أكتر. I miss Egyptian food so much. أنا أفتقد الأكل المصري جدا. Write soon and tell me all your news. وائل. هنا شباب بيقول match words to the definitions. نوصل الحاجات دي بالإيه؟ عندي مثلا spend time with relax together. Spend time with يعني يقضي وقت مع. Relax together برضو يعني يسترخوا مع بعض. People who live in a neighborhood. الناس اللي عايشين في الحي السكني المجاور دول اسمهم residents اللي هم السكان المحليين. Move between يعني يتحرك بين كذا وكذا دي معناها pass through يعني يمر من خلال. To want something you can't have. ان انت تبقى عايز حاجة مش عندك. تبقى need محتاجها. A road for trains. طريق بيمشي فيه القطارات. ده ايه؟ Railway line. هنا بناخد pronunciation علشان الth ث والاس س. ناخد بالنا بص في النطق. ثم قلنا البي سايلنت نطلع لساننا في الث. ثم لكن اللي قصادها اسمها سم. ثينك يفكر لكن دي سينك يغرق. ثيك سميك لكن دي سيك مريض. ثرو يرمي. ثرو يرمي. سو لذلك. باث ممر. باس يمر. ماوث ماوس. ماوث اطلع لساني تبقى فم وماوس فأر. ثين يعني شيء. سين يغني. الهومورك بتاعك هتقرا لي بعد اذن سعادتك الحاجات دي وتحلها لحد 32 لحد 32. بيقول لك write an email to your friend ياسمين about your favorite place. Your name is خالد. انا عايز اعمل معاكم الايميل يا شباب علشان لا طب انا هقول حاجة. انا هسيبك تكتب your favorite place مكانك المفضل. حلو. هديك افكار بس كده وعايز اشوف كل واحد هيكتب ازاي. والمرة الجاية انا ايه برضو هكتبه معاكو يعني بس انا عايز اشوف كل واحد هيكتب ازاي. هديك افكار الاول. طبعا احنا اخدنا الايميل قبل كده قلنا ان احنا بناخد from من مين. هو قال your name is خالد يبقى انت هتعمل له خالد at gmail.com. تو مين الى مين. قال لي اكتب لصديقتك ياسمين يبقى هكتب الايميل بتاع ياسمين ياسمين at gmail.com. سبجكت عنوان الموضوع بجيبه منين من بعد كلمه about. قلنا لما تلاقي your بتحولها لماي يبقى هنا العنوان السبجكت هيبقى my favorite place مكاني المفضل. My favorite place. هديك فكرة كده طبعا بتقول dear فلان عزيزي انا ببعت لمين لياسمين يبقى اقول لها dear ياسمين عزيزتي ياسمين. الجمل التلاتة هفكرك بيهم المقدمة بتكتبهم من تحت الكاما بالظبط. هتقول I'm very glad to write to you. انا فرحان ان انا بكتب لك. I'm very glad to write to you. الجملة الثانية بتقول ايه فاكرين. How are you and your family. كيف حالك وحال أسرتك. How are you and your family. لازم نكون حافظينهم دول يا شباب. دول هنكتبهم في بداية اي ايميل. I hope you are fine. اتمنى تكونوا بخير. I hope you are fine. وابدأ بقى اكتب له عن ايه بقى. ده اللي انا هسيبك تكتبه. هتقول له أنا سافرت مثلا اسكندرية الأسبوع الماضي. أنا رحت هناك مع أسرتي. أنا رحت هناك بالعربية. أنا زرت مكتبة اسكندرية. دي مكان جميل. أنا رحت الشاطئ. عمت في البحر. لعبت على الشاطئ. أنا رحت مطعم جميل. اتغديت هناك.
اسكندرية هي مكاني المفضل، اسكندرية هي مكاني المفضل. وتختم الايميل بتاعك بال see you soon or write to me soon ولاف خالد. هستنى بقى اشوف الايميل بتاعكم تو ريدنج. يبقى انت هتسمع الكلمات وتبعتها لي، ده اول واحد مطلوب منك. تاني حاجة عندك اتنين ريدنج تسجلهم وتبعتهم لي. تالت حاجة هتحل الاكسرسايز وتبعته لي علشان اشوفه. Any questions؟ اي اسئلة من اي حد يا شباب؟ Thank you. Thanks, Master. Thanks everyone. شكرا يا شباب، ومستني اسمع الحاجات الحلوة من الشطار. Goodbye.